أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا ومولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى الملة الحنيفية وأنهلنا منه ميا قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم كؤوسات سنيا وألنا من أقداه كسوس قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة هنية وشرفنا بحبيبه وصفيه ونجيه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المعيد بالآيات الباهرات العلية فسبحان من شيد أركان دينه بالنبي وأصحابه الذين وصفهم بقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية وفضل من أصحابه المجاهدين وذلك قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وفضل منهم الشهداء البدريين الذين بذلوا لله وللرسول نفوسهم الزكية وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية رضي الله عنهم ونفعنا بهم بالدارين ببركتهم العلية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهداء، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهداء، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهداء، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهداء. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى والعلي في كل أمتي على الحمد للرحمن بار البرية على ما هدانا ملة خير ملتي وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى ماهر داور رزيتي
رسولا دعا الكفار للحق فالعلا كفاه غدا والفوز نالوا بجملة ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمة وأيده بالمعجزات وبالعلا هم شيدوا دين الله بنصرتي وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزوتي أشد على الكفار رحماء بينهم فضائلهم تعلو على كل رتبتي وفضل منهم أهل حرب وصوفتي فهم بين أنصار وأصحاب هجرتي وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاي وأعلى مزيتي وفي مدحهم جاء الكتاب وسنة كفاهم مولانا سلكي تاب وسنتي عليهم رضا والهنا وعطيتي وأوفى هديات وأزكى تحيتي وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم رب البرية. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. قال علماء السير رحمهم الله أن شهداء بدر لم يقتل منهم إلا 19 والباقون معجورون مثلهم فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالحديث الواضحة والهجج القاطعة. فأما عددهم 13 أو 14 أو 15 و300 أو 300 و63 على أقوال. وأما مناقبهم فكثيرة ولنورد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيء نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام فكتب أسماء أهل بدر في قرطاس وجعله في أسكفة الباب فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه. فلما صعدوا إلى السطح سمعوا حديثا وقعكعة السلاح فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا حتى جاء الرجل من الحج فجاء رعيس اللصوص وقال له سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو الألي العظيم وكتبت أسماء أهل بدر
فهذا ما جعلت في داري. فقال للسكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. رضي الله عن أهل بدر, رضي الله عن شهدائي, رضي الله عن أهل بدر, رضي الله عن شهدائي, رضي الله عن أهل بدر, رضي الله عن شهدائي, رضي الله عن أهل بدر, رضي الله عن شهدائي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي ثم عم صحبا والعترا رضا ربي أن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عادا سرى هم جند فضل وإحسان ومكرمة هم شياد ملة المختار من مضرى شموس دين الهدى يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا هم شجاع القلب في حرب ومعركة فهدوا حتف على الكفار والأمرا دانت لديهم رقاب الكفر واضطرابا لصولة منهم الأبطال والبصرا وسل هنينا وسل بدرا الوحدا أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى هم الرجال بلا هم الجبال بلا كدهر في همة بل أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وأما آلاؤهم للخلق دون ميرا فنسأل الله خلاق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوترى وأن ينادي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرى some
اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. وذكر بعضهم أنه كان لي ولد من أحب الخلق إلي وكان ذا عفة وديانا فقتله ابن الوزير ظلما وعدوانا فطلبت ساره فلم يأخذ لي أحد فجعلت أسأل الله تعالى بأهل بدر صباحا ومساء وأستجير بهم في أخذ الساري حتى ضاق صدري وأيست من أخذ الساري. وبينما أنا نائم ليلة من الليالي إذ رأيت في النوم رجالا في هيئة سنية محالة مرضية وقائلة يقول هلموا يا أهل بدر. فتقدموا كلهم فقلت في نفسي سبحان الله هؤلاء أهل بدر فوالله لأتبعنهم. فجعلت أسير خلفهم إلى أن وصلوا إلى مكان مرتفع وجلس كل واحد منهم على كرسي من نور ورعيت أقواما يدخلون عليهم ويشكون إليهم وأخبرتهم بقصتي. فقال واحد منهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم التفت إلى من كان معه وقال أيكم يأتيني بخصمي هذا. فذهب واحد منهم لم يكن غير هنيئة إذا به فقد أقبل والغريم معه. فقال له أنت الذي قتلت ابن هذا الرجل؟ قال نعم. قال وما حملك على ذلك؟ قال ظلما وأدوانا. فقال له جلس على الأرض. فجلس ثم أعطاني خنجرا قال هذا غذيمك فاقتله كما قتل ولدك. فأخذته وذبحته ثم انتبهت من نومي. فلما أصبح الصباح سمعت صيحة عظيمة أن ابن الوزير قد أسبه مذبوحا على فراشه ولم يعلم قاتله. نفعنا الله بهم وبسائر الصحابة أجمعين. رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهداء. يا من به حل رادا ومن به هم نكيدا قل نادي يا موسى جيدا يا أهل بدر شهدا. يا من به كرم وغم يا من به كرم وغم وجل قطب مدلاهم قل لدي أوى قد تهم يا أهل بدر شهدا. يا من به مر البلا ولقد قلبا وجيلا قل مسري أم مهرميلا قل مسري أم مهرميلا يا أهل بدر شهدا بجاهكم كم فراجي وكم فتوحات تاجي لغراب وحراجي يا أهل بدر شهدا. يا ربنا آت
المنى وادفع بلايا والعانى وفرجنا بالهنا بأهل بدر شهداء يا ربنا أن شريفا يا ربنا أن شريفا كل الرذايا والمهن وارفع مولمات الزمن بأهل بدر شهداء جناك حق راغبين وقد عاتينا طالبين لا تطردنا خائبين بأهل بدر شهداء بأهل بدر شهداء صلى إلهي سرمدا على الرسول أحمدا وآله نجم الهدى وأهل بدر شهداء اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه وحكي عن زيد بن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال انقطع الطريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباء ضارية ولصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض الأيام إذا أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء فتلقيناه وقلنا إن لهذا الرجل لشعنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباء فقال إني دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتهم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لسا ولا صبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص تقطع الطريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في ليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرونا أن فلان التاجر خرج لتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحابه 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فانجو بمن بقي معك من أصحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها
فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانهزمنا وخرجت علينا ريح شديدة وسمعنا دكدكة وقعقعة السلاح واستباق الرما وقائلا يقولوا استقبلوا أهل بدر بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالإقيان ألا خيول تسبق الريح فاختاتوا فلما آينت ذلك بادرت إلى صاحب التجارة فقلت أنا بالله وبك فقال تب إلى الله عن هذه الفعال فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة ما قتل من أصحابه ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يؤلمني أسماء أهل بدر فعلمنيها فمنذ عرفتها لم أحتج إلى خفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر وبها جئت من هذه الطريق كما رأيتني فكل من راني من لص أو سبء هاد عن طريقي فلله الحمد. رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي نفحا تراب العرش حقا تقصر في موضع أسماء بدر تذكر بركاتهم وعطاؤهم وسلامة يكدر كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب تالله لا لا تحصر يا ذاكري أسمائهم وسنائهم فزة بخيرات ونعم تغزر يا حاضرون تبسلوا وتشافعوا بعلائهم في كل شيء يغفر لنشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب أكبر وابذل وزد علما ووفقنا على عمل تهجر وادفع
جميع مضارة وملمات وعن الجميع مقاصد تستحى ضار صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه. قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله إنه أسر ابن عم لي في بلاد المشركين فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا فلم نتك عطاءه فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس وأوصيناه بحفظنا وتوسل بهم فأطلقه الله من غير فداء فلما قدم علينا سألناه عن ذلك قال لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني فاستشاموني وصاروا يتبايعونني وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقصت في الثمن حتى باعوني بسبعة دنانير فما مضى على من اشتراني بذلك إلا ثلاثة أيام حتى أصيب بعظم مصيبة فأخذ يؤذبني بأنواع الأذى ويقول لي أنت ساهر وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فهشمته وجهه ومات من هينه فأخذني ابنه يعذبني بأنواع الأذى واشتهر خبري بين الناس فقالوا له أخرج هذا الأسير من بلدتنا فأبى إلا قتل فما مضى إلا ثلاثة أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت وكان فيها ابنه ومال كثير فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروا بجميع ما كان شأني وقالوا له متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني مئة دينار وجهزني إلى بلادي فهذا سبب خلاصي من الأسر خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي رضي الله عن أهل بدر رضي الله عن شهدائي صل على سيدنا خير عباد الله سلم على سيدنا خير رسول الله يا رسولنا سلام يا حبيبنا سلام يا رسولنا سلام يا حبيبنا سلام صلاة الله على الهادي النبي شفيع الخلق في اليوم الرزي نسيم تحيات المولى العالي على أصحاب طه الأبتاهي اللهم
على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله خصوصا أهل بدر من كرام خيار من ذاب الفضل الجلي هم الأبرار أعلام هداة نفوسهم بدوها للنبي. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله فسبحان الإله وقد براهم وأولاهم ذور المجد سمي هاووا عيدا وفضلوا الكمالا بصحبة خاتم رسل البهي غزوا لله غزوات وعلوا ببدر كلمات الله العلي. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله صراط شهداء أهل بر علاة أهل إكرام خفي فكم فرجيا جيوا إذا توصل بهم والفتح في حال سلي بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل ما طالب القلب شدي. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله صلاة الله دائمة تفوه على طه النبي الهاشمي وآل وصحابة ما توصل بأهل البدر ذو خوف بالي. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه وروي عن بعض المغاربة قال خرجت مسافرا في سفينة كبيرة وكان فيها خلق كثير فهاج بنا البحر واشتدت الريح وعظمت الأمواج
حتى أشرفنا على الغرق فكنا بين داء وباك ومتضرع. فقال لي بعض أصحابي إن في السفينة رجلا مجذوبا، فهل لك أن تذهب إليه؟ فذهبت إليه ورأيته نائما، وقلت إذا كان لهذا المسكين أقل ما نام ونحن في هذه الحالة. ثم وقذته برجلي فأفاق ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فقلت له يا عبد الله، أما ترى ما نحن فيه؟ فسكت ولم يجبني. فكلمته مرة ثانية فقال هاك هذا القرطاس، فاجعله في مقدم السفينة وأشر به إلى الرياح من حيث يأتي. فأخذته وجعلته كما قال، فكشف الله عن بصري، فإذا رجال أخذوا بأطراف السفينة وجروها إلى البر وركزوها في الرمل. وقد تكسر في هذه الليلة سفن كثيرة غير هذه. فلما كان من الغد جاءت ناريه طيبة، فأخرجنا السفينة من الرمل وسرنا التي كانت مكتوبة في القرطاس أسماء أهل بدر، فسرنا نتلو أسماءهم حتى وصلنا سالمين. فهذه الكرامات الغريبة والمناقب العجيبة اقتبسوها واستمدوها من نور من هو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة وفخرا. لولاه ما خلق الله خلقا ولا فلقا صبحا ولا فجرا. رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهدائي، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهدائي، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهدائي، رضي الله عن أهل بدر، رضي الله عن شهدائي. مرحبا 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 مصطفى، مرحبا 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 مصطفى. آل صلواتي وتسليم لرسول الله وإترته. الصبح بدا من طلعته، والليل دجى من وفرته. فاق رسلا فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته. كنز الكرم مولى النعم، هادي الأمم لشريعته. مرحبا 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 مصطفى. أزكى النسب على الحسب، كل العربي في خدمته. سعتي شجر نطق الحجر، شاق القمر بعشارته. جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا لحضرته. نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته. مرحبا 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 مصطفى. فمحمدنا هو سيدنا، فالعز لنا
صلاة الله بلا آل وعلى بدريته مرحبا 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 مصطفى مرحبا 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 مصطفى اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم عليه وذكر شيخ الدارني رحمه الله أنه سمع من مشائخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم والتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا سعد وسيدنا سعيد وسيدنا أبي عبيدة وسيدنا الأخنس وسيدنا الأرقم وسيدنا أنسة وسيدنا إياس وسيدنا أنيس وسيدنا إياس وسيدنا أنس وسيدنا أبي وسيدنا أسعد وسيدنا أوس وسيدنا بلال وسيدنا بجير وسيدنا بحاس وسيدنا بسبسة وسيدنا البراء وسيدنا بشير وسيدنا بشر وسيدنا تميم وسيدنا تميم وسيدنا تميم وسيدنا ثقف وسيدنا ثعلبة وسيدنا ثابت وسيدنا ثابت وسيدنا ثابت وسيدنا ثابت وسيدنا ثابت وسيدنا ثابت وسيدنا ثعلبة وسيدنا ثعلبة وسيدنا جبر وسيدنا جابر وسيدنا جبير وسيدنا جابر وسيدنا جبير وسيدنا جابر وسيدنا جبار وسيدنا حمزة وسيدنا حاطب وسيدنا حاتم وسيدنا الحسين وسيدنا الحرث 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 وسيدنا حارسة وسيدنا حارسة وسيدنا حارسة وسيدنا الحارث وسيدنا الحارث وسيدنا حريث وسيدنا الحبام وسيدنا حبيب وسيدنا حرام وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والآطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرأوا وبسيدنا خالد وسيدنا خباب وسيدنا خباب وسيدنا خنيس وسيدنا حسيم وسيدنا خولي وسيدنا خوات وسيدنا خداش وسيدنا خراش وسيدنا خارجة وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خلاد وسيدنا خالد وسيدنا خليد وسيدنا خليفة وسيدنا خبيب وسيدنا ذي الشمال وسيدنا ذكوان وسيدنا ربيعة وسيدنا ربيعي وسيدنا رفاعة وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رافع وسيدنا رفاعة وسيدنا رفاعة وسيدنا رفاعة وسيدنا راشد وسيدنا الربيع وسيدنا رحيلة وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زياد وسيدنا زياد وسيدنا زياد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا زيد وسيدنا السائل وسيدنا سالم وسيدنا سبرة وسيدنا سنان وسيدنا سهيل وسيدنا سويبك وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سيماك وسيدنا
سفيان وسيدنا سلمة وسيدنا سلمة وسيدنا سلمة وسيدنا سالم وسيدنا سهل وسيدنا سهل وسيدنا سهل وسيدنا سهيل وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سعد وسيدنا سماك وسيدنا سفيان وسيدنا سعيبة وسيدنا سعيبة وسيدنا سليم وسيدنا سليم وسيدنا سليم وسيدنا سليم وسيدنا سليم وسيدنا سنان وسيدنا سواد وسيدنا سواد وسيدنا شجاع وسيدنا شماس وسيدنا شريك وسيدنا صفوان وسيدنا صهيب وسيدنا صبيح وسيدنا صيفي وسيدنا اللحاق وسيدنا اللحاق وسيدنا لمرد وسيدنا دليب وسيدنا الطفيل وسيدنا الطفيل وسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والها ناء وإزة ونور وأضواء تضيء وتلمع وبسيدنا عاقل وسيدنا عبيدة وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا عياض وسيدنا عثمان وسيدنا عقبة وسيدنا عقبة وسيدنا عكاشة وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عمار وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عامر وسيدنا عمار وسيدنا عويم وسيدنا عويم وسيدنا عباد وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبيد وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم وسيدنا عاصم وسيدنا عمر وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عمير وسيدنا عمارة وسيدنا عبيد وسيدنا عبد ربه وسيدنا عبدة وسيدنا عبد الله وسيدنا عبد الله وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عمر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عامر وسيدنا عائل وسيدنا عاصم وسيدنا عصيمة وسيدنا عصمة وسيدنا عبس وسيدنا عباد وسيدنا عبادة وسيدنا عبد الله 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 وسيدنا العدلان وسيدنا عتبان وسيدنا عتبة وسيدنا عتبة وسيدنا عتبة وسيدنا عقبة وسيدنا عقبة وسيدنا عدي وسيدنا عدية رضي الله عنهم عليهم سرور والفا خار وتحافة وجود وإحسان تزيد وترفع وبسيدنا غنام وسيدنا الفاكه وسيدنا فروة وسيدنا قدامة وسيدنا قتادة وسيدنا قطبة وسيدنا قيس وسيدنا قيس وسيدنا قيس وسيدنا كعب وسيدنا كعب وسيدنا لبدة وسيدنا مبيع وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا مدلاج وسيدنا مصعب وسيدنا معمر وسيدنا مرسد وسيدنا المقداد وسيدنا مستح وسيدنا مسعود وسيدنا محرس وسيدنا معتب وسيدنا معري وسيدنا مبشر وسيدنا محمد وسيدنا المنذر وسيدنا المنذر وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا معن وسيدنا معتب وسيدنا معتب وسيدنا مسعود وسيدنا معوذ وسيدنا معوذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا معاذ وسيدنا مالك وسيدنا مالك وسيدنا
وسيدنا مالك وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا مسعود وسيدنا المجذر وسيدنا معبد وسيدنا معبد وسيدنا معبل وسيدنا المودر وسيدنا محرز وسيدنا مليل وسيدنا نضر وسيدنا النعمان 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 وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحفوا وتسطأوا وبسيدنا واقد وسيدنا وهب وسيدنا وهب وسيدنا وديعة وسيدنا ودقة وسيدنا هانئ وسيدنا هبيل وسيدنا هلال وسيدنا يزيد وسيدنا يزيد وسيدنا يزيد وسيدنا يزيد وسيدنا يزيد وسيدنا أبي سنان وسيدنا أبي عقيل وسيدنا أبي الهيثم وسيدنا أبي مليل وسيدنا أبي لبانة وسيدنا أبي حنة وسيدنا أبي حنة وسيدنا أبي ضياح وسيدنا أبي شيخ وسيدنا أبي دجانة وسيدنا أبي طلحة وسيدنا أبي الأعمار وسيدنا أبي أيوب وسيدنا أبي حبيب وسيدنا أبي قيس وسيدنا أبي خلاد وسيدنا أبي خارجة وسيدنا أبي سرمة وسيدنا أبي خزيمة وسيدنا أبي قتادة وسيدنا أبو داود وسيدنا أبي سليط وسيدنا أبي سليط وسيدنا أبي حسن وسيدنا أبي اليسر وسيدنا أبي حسن وسيدنا أبي اليسر وسيدنا أبي مسعود رضي الله تعالى عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة ولا أمدا ما الشمس تجري وتطلع وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين تحفظنا من جميع البلايا والشرور تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة الله سلام الله على المدني حبيب الله تواصلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية وصري مقاعد العدا والدوب بأهل البدر يا الله إلهي نافس القربى عن العاصين والعقبى وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله وكم من همية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رجبي فأنجل كل من صعبي بأهل البدر يا الله أتينا طالب رفدي وجل الخير وسعدي فواسع منهة الأيدي بأهل البدر يا الله فلا تردود مع الخيبة بل اجعلنا على طيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا
وإن تردد فمن نعتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالبي منا ودفع مضارة عنا بأهل البدر يا الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله وصل على النبي البر بلا عرض ولا حصر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على الماكي رسول الله صلاة الله سلام الله على المدني حبيب الله. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا جميع الخطيئات وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وسائر الصحابة أجمعين أن تكفر الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي العالم وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والبلاء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأبرار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.